عليكم اصدقائي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. رجعت وياكم بحلقه جديده من برنامج ورقه وقلم. هسه واحد هم يجيني يقول لي شنو يعني ورقه وقلم؟ برنامج ورقه وقلم هو برنامج راح نطرح عليكم اسئله وانتم بدوركم شو تسوون؟ تجيبون ورقه وقلم وتكتبون هاي الاسئله بالورقه وتاخذون لها صوره وترسلوها الى مواقع قناه شهاب الفضائيه اللي ظهرت لكم اسفل الشاشه. ما اريد اطول عليكم اصدقائي، جيبوا لنا ورقه وقلم وتعالوا على السريع. يلا باي باي اصدقائي. شيء كلش حلو وجميل من نفتتح حلقتنا بسوره عن القران الكريم. سؤال اصدقائي، انتم كلكم قارئين قران، ما هي السوره المدنيه الاطول في عدد اياتها؟ ما هي السوره المدنيه الاطول في عدد اياتها؟ هل هي سوره الاعراف ام سوره النساء ام سوره البقره؟ اصدقائي احنا كم قاره عندنا؟ عندنا 7 قارات. زين سؤال، معقوله هاي القارات كلهن ممزوجات سوا؟ لا اكيد اكو شيء يفصلهن. اسمعوا السؤال شو يقول، ما اسم البحر الذي يفصل قاره اوروبا عن قاره افريقيا؟ ما اسم البحر الذي يفصل قاره اوروبا عن قاره افريقيا؟ هل هو البحر الاسود ام البحر الابيض المتوسط ام البحر الاحمر؟ اصدقائي خلينا نعطيكم معلومه، تدرون عدد السنوات اللي بالقرن هي 100 سنه وبالنصف قرن 50 سنه؟ عافية عليكم. زين سؤالنا يقول، كم عدد السنوات في العقد؟ كم عدد السنوات في العقد؟ هل هي 10 سنوات ام 20 سنه ام 30 سنه؟ الرياضيات لازم لها حصة بالحلقة مالك. تدرون ليش؟ لأن الرياضيات تاخذ جزء كبير من حياتنا. اسمعوا هذا السؤال شوية بيلوفة، ما هو ناتج ضرب 4 في 300 في 0 في 131؟ ما هو ناتج ضرب 4 في 300 في 0 في 131؟ هل هو 0 أم 1 أم 2؟ والله هسه سبقك. إيه لا حرامات انت عمد، بس عيوني قامت توجعني اصدقائي. ليش؟ سؤال، تعرفون شنو الفيتامين اللي يقوي النظر؟ سؤالنا يقول، ما هو الفيتامين الذي يقوي النظر؟ ما هو الفيتامين الذي يقوي النظر؟ هل هو فيتامين اي ام فيتامين بي ام فيتامين سي؟ هنرجع العب بالسيارات. والله المصباح اختراع كلش حلو، تدرون ليش؟ لانه ضوينا الطريق يا اصدقائي. اسمعوا السؤال شو يقول، من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ هل هو لويس باستمرار توماس اديسون لو اينشتاين؟ إلى ربنا ولأهميتها جعل الله سبحانه وتعالى مفتاحاً لقبول الأعمال. أصدقائي تدرون القراءة كلش مهمة؟ ليش؟ لأنه هي غذاء للعقل ونقدر من خلالها نكتسب عدة معلومات. اسمع السؤال شو يقول، من هو العالم العراقي الذي ألف كتاب اقتصادنا؟ من هو العالم العراقي الذي ألف كتاب اقتصادنا؟ هل هو السيد محمد باقر الصدر أم السيد محسن الحكيم أم السيد محمد رضا ظفر؟ أصدقائي إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بحلقات جديدة
ولا تنسون اهم شيء تاخذون صوره للورقه مالتكم وترسلوها على مواقع قناه شهاب الفضائيه اللي ظهرت لكم اسفل الشاشه، وراح يكون عندنا قرعه كل يوم سبت الساعه 4 راح نعلن بها عن الفائزين ونعطيهم جائزه كلش قيمه. اهم شيء تدزون الورقه، واللي ما لحق يشوف الحلقه يروح يشوفها باليوتيوب، يكتب قناه شهاب الفضائيه راح تطلع له. الى هنا وانتهت حلقتنا، مع السلامه. Ha 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 ha!